احنا سعينا باش ان شاء الله نتجمعوا شامل هذه العائله، بالاخص على جال وليدكم اللي راهو يعاني سيدي. قلنا انه المشكل الاساسي انه مجهول نسب، مسجلين للاسف مجهول نسب. العقد هذا راح يحل مشاكل ان شاء الله كبار. تفضل. هو على كل حال ماهوش مشكل نسب، الاسم عنده، هو مشكل اداري، يديروا مشاكل باش نزيدوا نحصلوا. هما هنا الوثائق كل شيء بالاثبات اكيد. ها انا الولد الحمد لله ملي كان صغير جرينا والحمد لله انا معاه ومعاه ومعاه حتى اخر لحظه كاع والحمد لله. الحمد لله. وثيقه هنا حاضره، شوفيها بنفسك، تلقاي اسمه لابراوي كاتب، انا واسمي لابراوي، كيف ما عندوش اسم؟ علاش الاخرين كيعطوه منا اكس؟ علاش المراه يحطوها دخلت مراه زيدت وخرجت هكذا، ومن بعد كي يجي من بعد عنده ان سيرتيفيكا ادمينستراتيف، اي هنايا تثبت بان فلانة، نعم. فلانه بن فلانه زيدت ولد. شفناها هذه الوثيقه. نعم يبحوزتنا هذه الوثيقه. هاي والله سيرتيفيكا ادمينستراتيف تثبت باللي فلانه بن فلانه زيدت. وكي تشوفي سيرتيفيكا داكوشمون لكن لا اب لا ام، ما انا نحير باركو تشوفي يعني الديبليكاطه تاع الزياده تاعو تصيبي اسمه لابراوي. لابراوي هذا منين جا؟ بما انه انت راهي تقول انه انت سترتها هاد المراه هذه، وانه عمرك ما تخليت على وليدك، وقفت معاها وكبرت اليوم في عمر 24 سنه صحيح ولا 3 ايام، وشنو هو الشيء ربما اللي منعك باش دير عقد، دير دفتر عائلي؟ درت دفتر عائلي، درنا اجراءات، جريت لكن كان فيه هناك تلاعب. انا نقول لك حاجه، يعني مثل هذه الحالات الحمد لله راه رازل الان، لكن لما ما نهارش عصبيه راه رايع. صحيح. انا رايت حالات يعني متعبه، ما نهارش يعني مؤلمه. صحيح. يعني لما يجي الاب يقول لك انا عملت اجراءاتي وهذه زوجه، المهم نحن ما يهمنا في هذا الموضوع استاذه، يهمنا تكون العلاقه شرعيه فقط. وهنا عندنا الاب راه يتعهد انه يقدر يدير عقد هكذا في اي وقت، مستعد انك دير العقد وباش على الاقل مستعد 24 سنه ومازال نزيد لك كمل يا رب العالمين حتى لا.